ألف حمد لله على السلامة يا تحية. نورت البيت يا تحية، ربنا يخليك لي يا عم، البيت منور بيكي يا سوس. بس ايه الحلاوة دي؟ لبنان بقى. قوليلي بقى، اطمنت على أميرة كويس قبل ما تيجي؟ وعرفت هتكمل مدتها هناك ازاي من غيرك؟ ايوه يا عمي اطمن، انا رتبت كل حاجه قبل ما اجي من السفر، وهتابعها كل يوم على الفيديو كول. طب ما عرفتيش هتخلص موضوع التصوير بتاعها ده امتى؟ ما خبيش عليك يا عمي، موضوع شكله هيطول شويه، اصلها واخده دور بطوله. جبتلي هديه ايه بقى معاكي يا توحه من هناك؟ هدايا ايه؟ هي كانت في الخليج. كفايه هديته هو ليك يا تحيه. ايه يا عمي، هو عمل ايه تاني؟ لا لأول مرة خير، أنا جبتلك فلوسك منه يا تحية. بجد؟ لا بجد يا سوية؟ أنا مش مصدق. عملنا عليك أمين أنا وبابا، بس أخدناهم منه وبطلعوا الروح. والله. لو النبي صحيح؟ بجد؟ بقولك إيه، هقوم أجيبهم لك. لو النبي يا عمي، ربنا يخليك، خليهم معاك انت اضمن. وانا لما ابقى احتاجهم هبقى اطلبهم منك. صراخ قوي.